أسعد الله وقت الجميع وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موعد أحوال الطقس الضغط الجوي تارتاني يرتفع تارتاني ينخفض ولكن بالنسبة لظهر الجمعة إن شاء الله راح يرتفع من جديد بالنسبة للمدن الشمالية فعلي سنستل إن شاء الله تحسن طفيف في حال الطقس رغم ذلك في احتمال عبور السحوب في بعض الحين كثيفة محليا خاصة بالمناطق الداخلية السحوب أيضا كثيفة مرتقبة بشمال الصحراء وحتى بمرتفعات الهوك والتصيدي ولكن بدون سحب بدون فعاليه بسرعه إن شاء الله. درجة الحرق الشمالية بالنسبة للشمال الصحراء ستصل لغاية 25 درجة بالنسبة لمدينة بشار، 28 درجة بالنسبة لإليزي حتى بالنسبة لعين صالح و 31 درجة بالنسبة لعين قزم أي بأقصى جنوب الجزائري. بالنسبة لليلة القادمة الأجواء تبقى مغشاة على المدن الشمالية وبالخصوص المناطق الساحلية الوسطى وحتى الشرقية. ضباب مرتقب ضباب كثيف في بعض الاحيان مرتقب قرب السواحل الغربيه وحتى بالنسبه لمرتفعات الصيف اذا ستنعدم الرؤيه اخواني السائقين نقول لكم روحوا غير بالعقل الرؤيه راح تكون رادئه ولكن محليا الاجواء تبقى مغشاه بشمال الصحراء وليله هادئه تماما مرتقبه بالجنوب الجزائري نرى اثناء الليل تبقى منخفضه نوعا ما منخفضه دائما بالمدن الداخليه وحتى بالمناطق الجبليه سبع درجات وتسع درجات راح نسجلوها على الخط الرابط ما بين تبسة الى غايه إستيف وحتى بالنسبه لقسنطينه وتيزي وزو ثم درجات بالنسبه لمرتفع تيسمسي تي تغيلي بالعباس تسع درجات بالنسبه للنعامه وحتى بالمشري هذا بالنسبه للمرتفعات قرب السواحل 12 درجه و14 درجه راح على معظم المدن الساحلية بالجنوب الجزائري 18 درجة هو على مقياس راح بمدينة تندوف بالنسبة للجنوب الغربي الجزائري 11 درجة بالنسبة لإليزي وحتى بعين الميناس 9 درجات و13 درجة بالنسبة للخط الرابط ما بين جانات وحتى بطمن راسات أما للملاحة والصيد البحري هنا الأمور راح تحسن أيضا بالنسبة لتقريبا طول الشريط الساحلي رغم ذلك في احتمال هبوب رياح في بعض الاحيان تكون قويه في بعض الاحيان خاصنا على الخط الرابط ما بين تنسوة الى غايه بجايه كثيرة رياح شماليه شماليه غربيه والرؤيه راح تكون جيده ان شاء الله نختم هذه النشره الجويه كالمعتاد بالمعلومات الفلكيه توقيت نسب كالعاده العاصمه ودوحيها 29 دقيقة بعد السادسة ستغرب الشمس بإذن الله بالعاصمة ودوحيها إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وياكم إلى نهاية النشرة بقاهم معنا أوقات ممتعة مع بقية البرامج على الاقتصادية الأولى السلام